نحنو كلما كررته ولذاك عدت مكررا لحلاوته. كان بيقول روشنة، وده كان فاكرها سلطنة، واللي هناك ده كان بيقول جدعنة، واللي متلقح هنا كان فاكره دواء للعكننة. ودي عقل غاب وتلحس، عقل غاب وتلحس، والحال طبعا اتنكس، اصله بيلخبط حاجات كتير مع كل نفس، واخرتها يتعب يا مرض يا اتحبس. ده بيلعب في العقل يا مدمن، وده حرام، ما انت عارف يا مؤمن، وممكن يتمكن منك تبقى متخلف مزمن، وتخسر النهاردة والمستقبل كمان ممكن. وادي السلامة تقول لا بالبداية، دي لا روشنة ولا سلطنة، دي سكة مرض وعكننة. رجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا، وما زلنا معاكم واسألين، وصلنا معاكم لفقرتنا التالية في برنامجنا، هنتكلم فيها على الجهاز البولي عند الأطفال. هنتكلم على المشكلات اللي بيعاني منها الأطفال اللي أحيانا بتكون أعراضها كامنة وغير واضحة للوالدين. هنتكلم على الطرق التشخيصية، هنتكلم أيضا على طرق العلاج منعا لأي خطورة تنتج عن الجهاز البولي عند الأطفال. كل ده حدثنا عنه دكتور زياد محي الدين، استشاري طب الأطفال. أهلا بيك دكتور. أهلا بيك دكتور زياد. مما يتكون الجهاز البولي في البداية؟ الجهاز البولي ببساطة هو عبارة عن كليتين، وكل كلية بيطلع منها ماسورتين صغارين، كل بيبقى اسمهم الحالب، وبييجوا في كيس كده اسمه المثانة، وبيخرج لبره. ادي بالظبط الجهاز البولي ببساطة يعني. والجهاز البولي ده طبعا الكلى بيبقى ليها وظائف، اهم وظيفة ليها هي الاخراج، انها بتعمل فلتر وتصفي الدم من الحاجات اللي مش نظيفة، والطفل بقى او الانسان هو بيخرجه بره على طريق البول، وليها وظائف تانية كتيرة، ضبط حموضة الدم والاخر، حاجات كتيرة قوي يعني، ودرجة الحيوي الماء اللي بيبقى موجود في الجسم والاخر. ده الجهاز البولي. طب موضوعنا هو الالتهاب بقى الموجود داخل الجهاز، يعني التهاب داخل الجهاز. التهاب يعني بيبقى ميكروب او فيروس او فطريات، بس غالبا بتبقى حاجه ميكروبيه هي اللي بتيجي بتخش جوه الجهاز وتعمل التهاب، زي التهاب الجلد والتهاب العين والتهاب الفم وكل حاجه زيهم بالظبط. لكن الفكره ان هو الجهاز البولي زي ما احنا عارفين ان هي الكلى دي حاجه مقفوله، الحالب ده حاجه مقفوله، المثانه دي حاجه مقفوله، يعني كل شيء مقفول على بعضه كده، وبالتالي مش مثلا حاجه صديد تبقى باينه من بره الواحد بينظفه ويخرجه، لا دي حاجه من جوه بتبقى موجوده وكامنه، ممكن ان هي تعمل التهاب، يبقى صعب شويه علاجه لو الواحد اتاخر عليه. لو كلمنا على اسباب يا دكتور، يعني اسباب التهابات الجهاز البولي، هل العامل الوراثي او العيوب الخلقيه ليها دور في التهابات الجهاز البولي؟ هو طبعا الوراثه ليها عامل مهم في كل شيء. الوراثه هنا هيبقى ليها حاجتين، اول حاجه تقدير كم المناعه اللي موجوده عند الجسم، يعني الجسم عنده مناعه، المناعه دي بتقاوم الميكروب. في بعض الناس بيبقى المناعه بتاعتهم بالنسبه للجهاز البولي ضعيفه، ليه؟ تكوين جسمه كده خلاص، فده سهل ان هو بيجيله. او في واحد تاني بيجيله عن طريق الوراثه او عن طريق التكوين اللي مش سليم للجسم، وهو بيتكون بيحصل فيه خطا في التكوين او حاجه زي كده، او مش عاوزين نقول خطا يعني
عدم انضباط في التكوين، فبالتالي الكلى ما بتبقاش مظبوطه، الحالب ما بيبقاش مظبوط، المثانه مش مظبوطه، وبالتالي ما يبقاش الجهاز البولي سلس جدا ان يجمع البول ويخرجه بره بالحاجات اللي فيه. لا، ممكن يبقى البول يبقى قاعد في جزء كده ما يتحركش، ده سهل جدا اللي بيجيب ميكروب. ده يعني في عيوب خلقيه ممكن تؤثر في التهاب الجهاز البولي طبعا، واسباب اخرى طبعا بعيدة عن العيوب الخلقية او عن العادي بقى. العادي بقى ان هو طبعا انه ممكن يجي التهاب مجرى البول، بيجي عن طريق ايه؟ الميكروب يوصل لجهاز البولي ازاي؟ عن طريق ايه؟ اما عن طريق الجلد من بره، وده بيبقى اكتر موجود في البنات. تمام. لان بيبقى المنطقة بتاعت الجهاز البولي والجهاز التناسلي قريبين جدا من بعض، وبيبقى الفتحة البسيطة الوصلة ما بين الجهاز البولي والخارج بتبقى قصيرة وعريضة شوية في البنت، فبالتالي سهل الميكروب يخش منها. الولد بيبقى موضوع مختلف شوية. صحيح. في تليفون دكتور زياد، نكمل كلامنا مرة ثانية عن الأسباب. ألو ألو ألو، أيوة كان من دكتور. اتفضلي دكتور زياد، معاك يا فندم. الله يخليك. سمحتي، أنا بنتي عمرها 7 سنين وعندها التهابات في فتحة الشرج ومنطقة قدام كده، فطول ما قاعده تقول لي اوف اوف، فانا جبت لها كذا، يعني جبت لها كذا علاج وعلم وزوق كورتيزون. في اخر حاجه راحت لدكتوره ثانيه قالت لي عندها حاجه اسمها اكزيما، فاعطيتني برضه دواء تشطيب، طبعا مش لازم اقول اسمه، وعطيتني مرهم. بس المشكله ان استخدم الحاجه اللي ما فيش اي حاجه وتخف، مجرد ان اوقف ترجع ثاني، ففي علاج يضيعها خالص؟ لا لازم. لا بصي إيه سببها؟ انا مش عارفه. لا بصي حضرتك، طبعا اللي بتقوليه ده لازم يعني دكتور يشوفه، لكن عامه حاولي تستبعدي او روحي للدكتور عشان يعمل لك تحليل معين. طب اكمل كلامي بس، اكمل كلامي. حاولي تستبعدي حاجه اسمها الديدان الدبوسيه. البنات ممكن يبقى عندهم ديدان الدبوسيه، تبقى في ديدان صغيره تطلع من فتحه الشرج بالذات بالليل، وبتمشي على الجلد تخش ممكن في الجهاز التناسلي وتعمل التهاب، فبتعمل التهاب من هنا ومن هنا، يبقى في حكه شديده بتبقى موجوده عندها بالليل. تستبعديها وتدي العلاج العادي تبقى كويسه، يعني ده من ضمن الاحتمالات، الله اعلم، لكن ده من ضمن الاحتمالات. يعني عملت تحليل ما لقيتش في الديدان. لا يا فندم، بالتحليل ما يبقاش تحليل براز عادي، ده له تحليل مخصوص الدكتور بتاعك هيقول لك. بس الواحد كان دكتور، في دكتور قال لي انت دي التهابات من الدرجه الاولى، في دكتور ثاني يا فندم. ما هو اذا كان الدكاتره اختلفوا وهم بيشوفوا الحاله، انا ما شفتش حاله ما اقدرش اقول لك، فلازم تستبعدي الديدان الدبوسيه. نعم، اخر حاجه اتقال لي دي اكزيما. الاكزيما يعني حساسيه، ماما كلمه اكزيما يعني حساسيه خلاص، لكن انا اظن ان فيها حاجه تانية، عامل تاني موجود. وديها للدكتور بتاع اطفال متخصص وقولي له انا عاوزه استبعد وجود الديدان الدبوسيه، في تحليل مخصوص كده بيتعمل، او بيديك علاج معين يشوف حسب العلاج ده لو جاب نتيجه كويسه معاها ولا لا. فهو لو جاب نتيجه كويسه معاها انه هو ضيع الكلام ده، يبقى غالبا عندها ديدان دبوسيه ومش باينه، ومش باينه في التحليل ده، اللي مش كتير قوي نقدر نفهمه. شكرا ليك يا فندم. هنستكمل الدكتور الاسباب الرئيسيه اللي بتؤدي لالتهابات الجهاز البولي. البنت قلنا ان هي بيجي لها اكتر، لكن البنت بيجي لها اكتر وفي سن المدرسه. ليه في سن المدرسه؟ لان البنت في السن الصغير وهي موجوده في البيت تحت رعايه الام، الام بتقدر تشطفها كويس، تاخد بالها من الناحيه الصحيه بتاعتها كويس قوي والنظافه. لما بتروح مدرسه بدون شك عمرها ما هتبقى زي البيت، فبالتالي بيبقى فيه عامل العدوى ممكن يبقى موجود، يا اما من البنت من ذات نفسها او بتقعد على تواليتات مش لازم تبقى نظيفه قوي. وبالتالي يحصل عندنا عدوى تروح البنات. عشان كده نسبه البنات اللي عندهم التهاب في مجرى البول عاليه جدا جدا، ونسبه كبيره جدا منهم عندهم التهاب في مجرى البول مش واضح، يعني مش مبين، يعني ما فيش اي مظاهر، وبالتالي دي اللي تبقى نسبه اخطر واكثر، لان بيبقى بيبان بقى بعد ما الموضوع يبقى مزمن، وده بياخد وقت طويل قوي في العلاج. تمام. في تليفون دكتور زياد. الو 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 دكتور زياد، معاكي. اتفضلي. بقول لحضرتك يا دكتور. الو ايوه انا سامع حضرتك، اتفضلي. بقول لحضرتك يا دكتور، انا عندي طفل عمره 44 يوم. ايوه عمره 44 يوم، وفي اول ايامه كده كان من تحتي يعمل خصية كبيرة كده، فمش عارفة يعني بعديها بشوية رحت للدكتور مسالك بولية، وقال لي ده دون عنده فتاء المصران واسع شوية، فبينزل المصارين في الخصية، ودون محتاج لعملية. فأنا كنت عايز أعرف، هو قال لي بعد 6 شهور ممكن نعمل له عملية لو ما راحتش، فانا كنت عايز اعرف الحاجة دي ممكن تروح بعد 6 شهور ولا محتاجة العملية، ولا الحاجة دي يعني
جات له يعني طيب بص يا ستي هقول لحضرتك دلوقتي، الواحد اللي عنده ورم في الخصية في السن الصغير ده خلاص، هتروحي لدكتور جراحة أطفال وليس دكتور مسالك بولية، دكتور جراحة أطفال. لو دكتور جراحة الأطفال قال لك إنها ده فتاء إربي، اسمه فتاء إربي، لازم يتعمل له عملية فورية، مفيش حاجة اسمها نستنى. أما لو طلع إن هو مية في الخصية فده ما يتعملهاش حاجة ونستنى، هو ده اللي ممكن نستنى عشان تروح. في فرق بين ده وفرق بين ده. المية اللي في الخصية ده كيس مية بيبقى موجود على الخصية وبيروح لوحده في أغلب الأحوال، وإذا بس هو التدخل فيه غلط. حضرتك هو قال لي، ما قال لي دي مش مية، قال لي ده دي يا فتاء ستي بقول عادي، لحضرتك ده لو فتاء يتعمل تاني يوم، ما تستنيش يعني ست ما اشهر. يبقاش غلط على الطفل مثلا. بقول لحضرتك يتعمل تاني يوم، تروحي لدكتور جراحة أطفال متخصص، كل واحد له شغله يا ستي. ده دكتور جراحة أطفال تروحي له، لأ إن في فتاء إربي كبير كده لازم يعمل عملية، ما يقدرش يستنى عليه، لأن ممكن يعني يختنق لو كده اعرض الدكتور جراحة. جراحة أطفال مش جراحة، جراحة أطفال. خلاص؟ أنت والبلد حضرتك دي ساكنة انا أنت ساكنة اتأثرت فين؟ عليها أنت دكتور ساكنة فيما فين؟ بعد. أنت ساكنة فين؟ انا في الجيزة، في منطقة الجيزة. الحوضية. حضرتك تروح أبو الريش قسم جراحة الأطفال، هناك في دكاترة متميزين ومحترمين جدا، هيشوفوا ابنك وممكن يعملوا أشعة موجات فوق صوتية سونار، يعني يطمنوا على في إذا كان في فتاء ولا مية، إلا لو كانوا متأكدين قوي. وإذا كانت محتاجة عملية أقول لك، عاوز تعمليها بقى هناك، عاوز تعمليها عند أي حد تاني، لكن اللي يعمل عملية في السن ده دكتور متخصص في جراحة الأطفال. والحاجة دي يعني الدكتور ما تأثرش عليه ولا تعبان؟ يا فندم ما ينفعش يبقى عنده فتاء في السن ده ويتساب. خلاص مش شكرا يا تمام؟ دكتور. شكرا ليك يا فندم. لا حاضر. دكتور زياد، هل في علاقة ما بين التهاب الجهاز البولي والتهابات مجرى البول؟ هو نفسك، هو يعني ده اسمين قريبين لبعض لكن مفيش الأعراض فرق. بقى الظاهرة ايه؟ وأحيانا في أعراض كامنة الوالدين ما بيشعروش بيها وما بيحسوش بيها. الأعراض غريبة جدا، يعني الأعراض بتفرق حسب السن. يعني احنا نيجي نقول ان الطفل الصغير قوي حديث الولاده في اول شهر من عمره لو كان جاله التهاب في مجرى البول، وده شيء وارد جدا وما بيتشخصش خالص الا لما يكون دكتور ناصح وياخد باله من النقطه دي. هذا الميكروب ممكن يخلي الطفل وزنه ما يزيدش، الميكروب ذات نفسه يفرز سموم في الجسم، ما تبانش، مفيش حراره، مفيش اي حاجه خالص، بس الطفل دايما ما بياكلش كويس، وزنه ما بيزيدش كويس، خلاص يبقى عنده انيميا، يبقى حالته كده مش كويسه. واخد بالك ازاي؟ يعني كسلان شويه، بس مفيش حاجه اكتر من كده. وممكن تعملي تحليل ساعتها بتلاقي مجرى البول بتاعه ملتهب التهاب شديد جدا، وعلاجه ان هو ياخد علاج لمجرى البول ونستبعد وجود اي حاجه خلقيه وخلاص يبقى كويس ان شاء الله. لما الطفل يبتدي يكبر شويه يبقى بقى في سن الطفوله او الحاجات دي الاكبر يعني شويه، ويبتدي يحس ويتكلم، هتحس ان هو بيبتدي بقى في مشاكل في البول عنده. بمعنى يبتدي البول عنده يبقى عنده ما يجي يتبول بيشتكي ان في حاجه وجعاه، او بيبقى بعد المفروض يبقى عمل كنترول بقى يظبط نفسه في البول كويس، وما يجي يتبول يطلب ان هو عايز يروح تواليت او حاجه زي كده، يجي ساعتها الدنيا كلها بقى تتلخبط، يلاقي ان هو قاعد كده يتبول على نفسه مش حاسس خلاص، او يجي عاوز يروح التواليت يروح ويعمل شويه صغيرين ويرجع، بعدين يرجع يعمل شويه صغيرين تاني او حاجه كده. يعني في اختلاف في موضوع التبول اللي موجود عندنا. يضاف الى كده ان يبتدي المناعه بتاعته بتبقى اقوى، وبالتالي الميكروب يبقى فيه خناقه بينه وبين مناعه الجسم كويس، فيبتدي يبقى بقى فيه المشكله اللي هي مشكله الحراره، يبتدي يسخن. لما يبقى فيه التهاب في مجرى البول وصديد في مجرى البول، ده كيس مليان صديد، يعني كميه حراره جامده جدا، ممكن تعمل حراره عاليه جدا، والحراره دي ممكن حتى تعمل حاجه زي التشنجات، زي التشنجات. والحراره دي بتبقى موجوده غالبا بالليل، ويبقى الطفل طول النهار مش وحش، لكن بيجي بالليل حرارة تيجي مرة واحدة يجيله رعشة شديدة جدا شبيهة بالتشنج، شكله بيبقى صعب جدا الحقيقة يعني، وده بيطلع في الآخر ان هو التهاب في مجرى البول. دي لما بتكون أعراض بقى تفاقمت زي ما بنقول تفاقمت وجامدة وواضحة، وطفل كبير شوية ومقاومة الجسم هو الآخر بتاعه. طفل صغير مفيش مقاومة، ممكن الميكروب يتغلب عليه ويخش على الدم يعمل له مشاكل كثيرة جدا. السن الأكبر من كده بيبتدي الطفل بقى يتكلم. أنا اللي هو سن موضوع كام تحديدا يا دكتور؟ بص يا حضرتك، من ساعة الولادة إلى ما الواحد يموت ممكن يجيله التهاب في مجرى البول، لكن بالنسبه للاطفال حسب ما الطفل يقدر يعبر. تعبير الطفل الصغير حديث الولاده ما بيعبرش، لكن يعبر انه مش عارف ياكل، انه كسلان، انه عنده انيميا حاجه. يكبر شويه يبتدي اذا كان عمل كنترول على نفسه ما يقدرش يبتدي يبول على نفسه، ويبتدي يبقى حاجات زي كده. اما يكبر بقى يبتدي يتكلم يقول لك انا عندي حرقان، اما يجي اتبول انا مش عارف اتبول، بيحصل لي مثلا مشكله، هتلاقيه بيسخن، الحاجات دي كلها ممكن تبقى موجوده والطريقه اللي قلنا عليها. تمام. هل بيأثر ايضا على اعضاء اخرى في الجسم زي الكلى زي المثانه؟
لو في التهابات في الكلى، المجرى اللي الكلى وال 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 والحوائق والحالب والمثانة كلهم ممكن يحصل فيهم التهاب مع بعض، وينتشر من ده لده، ينتقل هنا من فوق لتحت او من تحت لفوق زي ما بيقولوا، زي ما تيجي. كذلك ممكن التهاب مجرى البول مش لازم يجي عن طريق كده، ممكن يجي عن طريق الدم. يعني واحد عنده مشكلة في مكان تاني، التهاب في مكان تاني، ينتقل من الدم الى الكلى ويروح للكلى يعمل الالتهاب ده. فبالتالي برضو ممكن يعمل نفس الموضوع، لكن هو ممكن يبقى التهاب. الفرق بقى ان الالتهاب بتاع المثانة بيبقى يبان اكتر في ان هو، لان المثانة دي هي المنطقة الكيس اللي يبقى جامع البول عشان الواحد يتبول. اما الكيس ده يتملي خالص، خلاص يتملي خالص، يبقى الواحد عاوز يتبول، ده الطبيعي. لكن لما يبقى فيه التهاب، اما الكيس يتملي جزئيا، يبقى الواحد ايه، يحس بتهيج وعاوز يتبول، فعشان كده بتلاقي التبول اكتر من الطبيعي. تليفوني يا دكتور زياد. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن حضرتك تكلم الدكتور؟ اتفضل. لو سمحت يا دكتور، انا عندي ابن عنده 10 سنين وجاله سخونيه جديده، ففوجئت ان هو عنده ارتجاع في البول على الكلى. ايوه، على الكليه اليمين. ايوه، فانا حضرتك عايزه اطمن، هل انا عملت له كيس مام؟ فانا عايزه اطمن، هل عملت له ايه حضرتك؟ ما سمعتش. على الكلى كيس مام، هيفضل ولا هيروح؟ تاني تاني اخر جمله من فضلك. نعم، تاني اخر جملة من فضلك، اخر جملة اسمعها من حضرتك. بقول لحضرتك انا عملت له كيس مام. ايوه، فهل وبعدين في تضخم كان على الكلية اليمين سبب الارتجاع، والكلية الشمال كمان. فانا حضرتك عايزة اطمن بس، هل ده هيفضل موجود الاثر اللي كان موجود من الارتجاع، ولا حضرتك هيروح ولا ايه؟ انا عايزة اطمن على الكلية بس. طيب بصي بقى، هو طبعا موضوع الكلى، انا بعد اذنك هقفل واسمعك من التليفون. اتفضلي. حاضر 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 يا فندم، حاضر. الحقيقه المدام اللي بتتكلم دي بتتكلم على سؤال مهم جدا، وبتتكلم بطريقه علميه قوي، وربنا ان شاء الله يكرمها في ابنها يبقى زي الفل. سامعاني؟ هبتدي اتكلم بقى دلوقتي. هو الارتجاع ده عباره عن ايه؟ الكلى بيبقى ينزل البول، هي بتصفي البول وينزل مع في الحالب، الحالب ده عباره عن ماسوره بتوصل المثانه تخرج لبره. كل سكه من دول يجي البول ينزل ما يرجعش، في صمام يقفل تحت هنا، في صمامين ما بين الحالب وما بين المثانه عشان يقفل، عشان ما يرجعش. يوم الواحد بيجي يتبول، الواحد بيعمل سترين يعني يحزق شويه، يقوم البول يخرج من بره عن طريق الفتحه بتاع المثانه، لكن ما يرجعش لورا. هنا الحاله دي بيبقى فيه ضعف في الصمام ده، فيقوم البول يرجع. البول يرجع بميكروبه، يروح عامل التهاب في الكلى. رجوع البول بالميكروب سواء يعني الالتهاب او سواء الضغط بتاع البول ذات نفسه بيبتدي ياثر في الكلى. تاثير الكلى كان بيقلل من الوظائف بتاع الكلى ويبتدي يحصل فيها تاثير. حضرتك عاوزه تطمني على الاتي: نمره واحد، الكلى بتاعت ابنك سليمه ولا لا؟ ودي طبعا مهمه جدا، الكليتين طبعا، لان وضع ان هو من ناحيتين. تاني حاجه ان الموضوع ده هيفضل عنده ولا لا؟ طيب السؤال الاولاني، الكلى اخبارها ايه؟ طبعا بنعمل حاجتين. في اول حاجه اللي هي وظائف كلى، وظائف الكلى دي بتبين الكلى شغاله كويس ولا لا، لكن الحقيقه دي بتبقى حاجه يعني مش دقيقه قوي، لان الكلى عندنا ممكن واحد بسوتس كلى تشتغل كويس. لو عند الكلى متشاله، مش عند ابنك، عند اي بني ادم في الدنيا، والكلى التانية نصها بس اللي شغال كويس ووظائفه يبقى كويسه، وده من فضل الله علينا. كويس؟ لكن انا عاوز اعرف حصل ضرر في الكلى ولا لا. في حاجه اسمها مسح ذري على الكلى. ايه المسح الذري على الكلى ده؟ الواحد بياخد بيروح مكان بتاع اشعه ومكان من الاماكن الكويسه، وبيحقنه الطفل بماده مشعه. دي غير ضر، ما تجيش تقولي على الطفل هيتضر، دي بتعمل لحديث الولاده فما يهمكيش خالص، دي غير ضر. فبتيجي الكلى بتاخدها فبتنتشر في الكلى، بتنتشر حسب النشاط بتاع الكلى. الحتت اللي فيها نشاط بتبان، الحتت اللي ما فيهاش نشاط بتبان، فبالتالي بنعرف المناطق اللي فيها نشاط والمناطق اللي ما فيهاش نشاط اللي موجوده في الكلى، يعني الكلى اتضرت ولا لا. دي نقطة مهمة جدا عشان نبقى عارفين، ده رد على السؤال الأولاني. رد على السؤال الثاني، هل الولد هيفضل على طول عنده ارتجاع ولا لا؟ الارتجاع البولي درجات. يعني البول لو يرجع شوية صغيرين دي درجة، أكتر يبقى درجة ثانية. لو ابتدى يخش على الكلى ماشي، لو عمل تضخم في الكلى وضرر في الكلى ده موضوع ثاني، فبالتالي حسب كميته. لكن واضح حسب كلام حضرتك إن مفيش تأثير جامد، هو الكلى تضخمت شوية ودي مش لازم يبقى فيها تأثير، ولو تأثير بسيط مش مشكلة. النقطة أو الهدف بتاع حضرتك إيه؟ إن ما تعتبريش إن الكي اللي عملتيه ده علاج، تعتبريه مرحلة مؤقتة لحين الانتهاء من الميكروب.
الارتجاع مشكلته ان يبقى فيه ارتجاع وميكروب، لازم تتخلصي من الميكروب عشان الارتجاع يبتدي يتحسن. الميكروب ده عشان تخلصي منه ازاي؟ بتعملي تحاليل للبول، مزرعه، حاجه اسمها عد بكتيريا في البول، ده مهم جدا، ومزرعه وحساسيه للبول، بيهم بتفضلي تدي، طبعا مش حضرتك، الطبيب المعالج يعني بيفضل يدي علاج يهدي التهاب مجرى البول لفترات طويله. هتقولي مثلا قد ايه؟ اسبوعين ثلاثه؟ اقول لك لا، ده بتبقى سنين عشان ما تتضايقيش. هتقولي ياخد مضاد حيوي سنين؟ لا، هو بيبقى فيه ادويه معينه مطهره لمجرى البول بياخدها ممكن لمده سنين ومهمه جدا، وخلال الفتره دي بتتابعي بقى، تلاقي البول بقى نظيف، تلاقي الكلى ابتدت ترجع طبيعي، اذا كان في مشكله في وظايفها ان شاء الله تبقى ما فيش حاجه خالص، يبقى احسن ما يمكن، ويفضل قاعد بيها لغايه ما الجسم ممكن بنفسه ان هو يظبط موضوع الارتجاع. اما لو الارتجاع لم ينضبط فدي لازم يبقى فيها عمليه جراحيه عشان يبقى جايز فيه حاجه في الايه، في الـ في الـ في الحالب ذات نفسه يبقى فيها مشكله. فاذا الهدف الاولاني عشان تعرفي الكلى سليمه ولا لا، تعملي مسح ذري على الكلى. الهدف الثاني عشان تطمني البول بقى نظيف وما يعملش مشاكل على الكلى، حضرتك المفترض ان هو لازم ندي علاج لفترات طويله مع تحاليل عشان نطمن البول بقى نظيف ويفضل نظيف على طول. وعلى فكره لو بقى البول كويس ما تطمعيش وتقولي بطلي، ترجعي من الاول تاني خلاص. فبالتالي لازم يبقى تبقي صبوره جدا وطويله البال جدا مع الدكتور المتخصص اللي حضرتك بتروحي له، على اساس ان هو يخلي البول بتاع الطفل دايما نظيف، وبالتالي ان شاء الله الارتجاع ممكن يبقى ارتجاع وظيفي، يعني ما فيهوش حاجه مشكله جامده وما فيهوش حاجه تحتاج عمليه، ويبقى الموضوع ينتهي باذن الله تعالى. تمام. دكتور زياد، هل بتختلف اعراض التهاب الجهاز البولي باختلاف نوع او حجم او حده الالتهاب، وبتختلف ايضا عن كونه ذكر او انثى؟ لا، هو ذكر وانثى بيبقوا زي بعض، لكن هو طبعا درجه الالتهاب، لو عنده شويه التهاب بسيط في المثانه هيعمل شويه حرقان في البول وتبول لا ارادي وحاجه زي كده. تمام. لكن لو في صديد كثير كبير مثلا موجود في الكلى او في المثانه، هو ده اللي ممكن بيعمل حراره شديده ورعشه والاخر. لكن اكثرهم انتشارا عند الذكور او الاناث ولا كلاهما واحد؟ اتفقنا البنات بيبقى اكتر، بالذات عند سن المدارس، عشان بيبقى النظافه الشخصيه بتاعتهم بتبقى مش ظريفه. الذكور بيزيد في السن الصغير قوي بتاع حديث الولاده، ودي حاجه بالنسبه للطبيب المتخصص بيبقى عارفها، لكن بالنسبه للبنات بيبقى اكتر بقى لما بيزيد بعد كده. حتى يعني في دراسات عندنا هنا في مصر اتعملت في اماكن طلع ان التهاب مجرى البول في البنات في سن المدارس اكتر من 50%، نص البنات عنده، بس كان بقى واحده عندها احساس بهذا الموضوع؟ مفيش، لان مش نسبه جامده قوي تحس البنت انها عندها تغييرات ولا حاجه، لا بتبقى ممكن تعدي كده، بتاخد لها انتيبيوتيك لاي سبب يهدي الميكروب شويه لغايه ما في الاخر يبان بقى الموضوع. تمام. اكثرهم انتشارا يا دكتور، اكثر انواع الالتهابات انتشارا؟ يعني هو طبعا التهاب المثانه لانه اسهلهم واكثرهم هو حدوثا، هو ده غالبا اللي بيبقى موجود، لان التهاب الكلى بيبقى اكثر حقيقه. في اكثر من نوع يا دكتور؟ اكثر من نوع حسب الميكروب. يعني في ميكروبات مشهوره بتيجي في المنطقه دي خلاص، الميكروبات دي بيبقى ليها علاقه كتير بالميكروبات اللي موجوده في الجهاز الهضمي، فساعات بيحصل كده، يعني مش بقى بتاعه اللوز والحاجات دي، لا ده موضوع تاني. لو انتقلنا بقى لالتهاب الكلى وحبينا نتكلم عن الاسباب الرئيسيه اللي بتؤدي للالتهاب ده عند الاطفال، الاسباب دايما بنقول التهاب الجهاز البولي هو نفس الكلام، والاعراض كمان كله، لكن الاعراض لما تبقى في الكلى بيبقى كيس كده مقفول ويتجمع فيه صديد، كان واحد عنده خراج جوه جسمه، طبعا بيعمل حراره عاليه وبيعمل يعني رعشه شديده والاخر وبتاع. لكن الاسباب المهمه عندنا في الكلى حاجه مهمه قوي قوي قوي، ان الواحد الطفل او الانسان يبقى عنده حاجه خلقيه في الكلى، بمعنى ان الكلى دي المفروض تبقى ماشيه كده زي المرور كده بيبقى ماشي خلاص، المفروض يبقى ماشي سموث كده وهادي وليها ليه سيستم كده ماشي بالراحه. لو تخيل لو في حته مثلا مسدوده او معوجه او مش مظبوطه قوي هيبتدي البول يخش. طب يعرف ازاي في عرض معين بيؤكد؟ الواحد بيعرف ازاي بقى؟ يعرف لما يبتدي يجيله التهاب في مجرى البول متكرر مش عاوز يخف خلاص، عشان كده ابتدي اشك ما يبقى يمكن عند الطفل ده التهاب، عنده حاجه خلقيه وانا ما اعرفش، نعمل له موجات فوق صوتيه او اشعه بالصبغه او حاجات تانية كتيره، فممكن تبين ان هو عنده هذا الموضوع. عشان كلمه حضرتك دي يعني اللي احنا يعني ماشيين عليه، ان لو جه التهاب في مجرى البول لبنت بنعمل له مزرعه وعلاج، ولا لو اتكرر لازم نعمل تحليل، لازم نعمل اشعه.
اما الولد من اول مره لازم يعمل له اشعه، لان البنات من كتير قوي ان هو بيجي لها بغير لازم الاشعه اللي هي موجوده فوق صوتيه او الحاجات الثانيه. اما الطفل حديث الولاد او طفل بلاش حديث الولاد، نقول حتى في اول سنه من عمر، لو واحد جاله في اول سنه من عمره التهاب مجرى البول، لازم نستبعد وجود حاجه خلقيه في هذا السن في الكلى بتاعته. الكلى فيها مشكله، الحالي فيه مشكله، المثانه فيها مشكله، فلازم نستبعده. اذا لو شكينا مجرد شك ان طفل اقل من سنه عنده التهاب في مجرى البول، لازم يتعمل له جميع التحاليل والابحاث من ضمنها الاشعه او السونار اللي بيتعمل على مجرى البول على البطن وعلى الحوض. تمام. لو انتقلنا ايضا لالتهاب المثانه وكلمنا على اسبابه واعراضه، هتبقى نفس التهابات الجهاز البولي بشكل عام، بس يبقى اخف بقى شويه، غالبا تبقى اخف وتبقى مصحوبه اكتر بحرقان وتبول اراضي وحاجات زي كده، او البول بيسبق الطفل او الى اخره. تمام دكتور زياد، اكثر انواع التهابات الجهاز البولي بتكون خطوره على الطفل او على الانسان بشكل عام؟ اللي اكثرها خطوره هي الالتهابات اللي بتبقى مصحوبه مع حاجه خلقيه وتهمل. دي اخطر حاجه، لانه التهاب مجرى البول ما دام شخصناه بنمشي في طريق علاج معروف، في طريق طبي وفي طريق جراحي. الطبي ان احنا بندي له مضاد حيوي ونعمل له تحاليل لغايه ما نطمن عليه والى اخره. الجراحي لازم نعمل له عمليه. تمام. في حالات مهما اديتي علاج طبي ما بيخفش، وانسى عملتي علاج جراحي بيخف جدا ويبقى الحاله بتتغير خالص بقى كويس. تمام. معانا اتصال يا دكتور. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي دكتور زياد، معاكي يا فندم. لو سمحتي يا دكتور، انا عندي بنتي عندها 6 سنين، دايما مجرى البول من قدام كده، هي لسه بادئه يعني من ساعه ما راحت المدرسه، هي في سنه اولى، تهرش وتقول لي يا ماما هنا واجهني، حتى لما بتعمل حمام بالبول بتقول يا ماما بيحرقني، فمش عارفه يعني من ايه، فانا لسه ما وديتهاش لاي دكاتره، لسه بادئه بقى لها شويه بس كده. ومعلش في سؤال تاني، عندي طفل صغير عنده 3 شهور، هو زي ما حضرتك قلت دلوقتي ان الطفل الصغير لو عنده التهابات وزنه ما بيزيدش، هو فعلا وزنه ما بيزيدش، هو يعني زاد في اول شهر وبعد كده وزنه ثابت بيخف. عنده التهابات فين؟ نعم؟ التهابات فين؟ لا هو انا ما اعرفش عنده ولا لا، زي ما حضرتك قلت يعني. لا معلش، انا بقول ده من الاسباب، بقول من الاسباب يبقى عنده التهاب في مجرى البول، لكن ممكن يكون ما بياكلش كويس، ما بياخدش كميه الغذاء كفايه، واخد بالك ازاي؟ لكن بقول من الاسباب اللي بتخلي الطفل وزنه في السن الصغير ده ما يتحسنش، بالذات في الطفل حديث الولاده، من اسبابه يبقى عنده التهاب في مجرى البول وغير معروف. فمش عاوزين نخليها بس دي، لكن ممكن نبص على التغذيه بتاعته. هو عنده قد ايه؟ 3 شهور بتقولي؟ اه. طب انت بترضعي ايه؟ بيرضع طبيعي. عاوز بيشبع منك؟ لا هو رضعته غريبه شويه، هو ما بيرضعش طول النهار زي الاطفال الصغيره. أي. هو ممكن يرضع مرتين في اليوم او 3، وبقيت اليوم لما يجي يرضع ما بيرضعش. امال هو بيتغذى يعني ايه بقى؟ وعياط على طول، يعني العياط ده مستمر. ما هو لبنك قليل اهو، ما هو واضح اهو. نعم؟ ما هو لبنك قليل اهو، واضح الراجل مش لاقي لبن عندك. اه طيب. لبنك قليل فعلا. طيب خلاص، لبنك قليل مش بقول زايد. قليل. اه قليل. طيب ما هو واضح كده يعني، برضه الدكتور بتاعك تروحي له هيشوف الطفل ومقاساته، هيشوف وزنه وطوله ودماغه وحيط راسه، ويشوف اذا كان متناسب ولا لا، ويشوف اللبن بتاعك، يحاول يديك حاجه تزود اللبن بتاعك. ما ينفعش بيدي الطفل لبن مكمل لبن سدرك، لانه واضح انه قله التغذيه اللي بياخدها هي اللي مخلي وزنه ما يزيدش. فمش عاوزين نبص لحاجات بعيده، والحاجه البسيطه اللي قدامنا تبقى كده. لما نلاقيك بترضعي كويس، البيبي بيشبع وزنه ما بيزيدش، ده موضوع تاني. كسلان خالص ولبنك كتير، ده موضوع تاني. لكن هو الراجل بيعيط اهو، كلمه اللي بيعيط، البكاء بتاع الطفل ده كلام لازم نفهمه، فهو بيعيط عشان يرضع بس. الدكتور زياد، يعني يمكن زي ما قلنا من ضمن الاعراض في التهابات الجهاز البولي الحرقان، هل ممكن يؤدي لتبول لا ارادي؟ طبعا. التبول دي مضاعفات ليه ولا؟ ممكن من الاسباب. يعني هو التبول الارادي ده ايه؟ طبعا بعد ما الواحد بيبقى في سن معين ويقدر يعمل كنترول على البول بتاعه، بيبقى بيوصل لمرحله ان عنده ردود افعاله تبقى كويسه، رد الفعل الانعكاسي لا ارادي. يعني بمعنى ايه؟ اما الواحد يبقى نايم بالليل كويس، وبعدين بيجي البول يزيد في المثانه، هيتبول على نفسه بيصحى. ده رد فعل انعكاسي، يعني الجسم عامل كده. هذا الشخص ما عندوش هذا الكلام، الالتهاب بيضيع هذا الكلام.
ممكن هو يتبول على نفسه. تمام. ازاي بيتم عملية التشخيص والعلاج المبكر؟ طيب، التشخيص اولا الشك في مصلحة المريض زي ما بنقول، بالذات في موضوع مجرى البول، واي واحد عنده حرارة بتتكرر او بتيجي كتير او ما تستجيبش بسرعة لازم نستبعدها، ان احنا نعمل حاجة اسمها عد بكتيريا في البول. خلاص، تحليل البول عادي كويس بس مش في كل الاحوال بيشخص، لكن عد البكتيريا في البول حاجة زي المزرعة كده، دي مهمة جدا الناس تتعامل. وبعدين يعني عاوزين برضو نتفق على حاجة، ان ازاي ناخد عينة البول عشان نشخص، ده مهم جدا، ودي حاجة بسيطة جدا. اولا احنا اعتبرها زي المزرعة. يعني ايه كلمة مزرعة؟ يعني بناخد ميكروب ونشوف ايه الميكروب اللي موجود. الجلد بتاعنا في المنطقة اللي هي اللي حوالين الجهاز التناسلي من تحت، سواء ولد او بنت، والبنت بتبقى اكتر، بتبقى مليانة ميكروب، مليانة طبيعي الجلد، واحنا لو جبنا جلدنا ده وعملناه كده تحت الميكروسكوب هتلاقي مليان ميكروب، لكن الجلد بيحوش علينا. تحت بقى ممكن نلاقي هذا الموضوع. لو الطفل او الولد او البنت جه تبول، فالبول هو نازل هياخد شويه ميكروب من على الجلد وينزل في العينه بتاع البول بتاعتنا، ياخدها الدكتور بتاع المعمل يبص فيها يلاقيها مليانه ميكروب، يقول لك ده فيها الميكروب الفلاني والعلاني ومحتاج المضاد الحيوي ده وده. خلاص، بس فاحنا اللي نعمله الاتي: الولد او البنت اما يجي ياخد العينه يتشطف كويس جدا بحاجه مطهره، يعني اي ماده من المواد المطهره الطبيعيه اللي موجوده في البيت تطهره كويس. وبعد كده اما يجي يتبول لازم نجيب الحاجه اللي هاخد منها العينه جايبينها من المعمل، دي بتبقى معقمه تمام. اعتقد تمام، ما نجيبهاش من البيت. وبعد كده نخلي البيبي يقعد او الطفل يقعد لو نقدر، لو سنه يتناسب او يتعاون معانا، يقول له تبول شويه، يطلع شويه البول في الاول، بعدين ناخد الشويه اللي في النص. الشويه البول اللي في الاول دول هياخد شويه الميكروب اللي على الجلد، الباقي يروح مرميه بره مش عاوزينه، اللي في النص كان احنا جبنا البول اللي جوه. حديث الولاده ما نقدرش نعمل له الكلام ده. حديث الولاده مثاليا بنحط له ابره من البطن هي تخش على المثانه، نشفط بطريقه معينه ناخد منها البول، ودي الطرق التشخيصيه او اللي ممكن نعرف من خلالها. بالظبط، هنا بقى بتبقي عرفتي في ميكروب ولا لا، انهي ميكروب موجود ونسبته موجوده قد ايه. تمام، وليها نسب معينه حسب نوع الميكروب واذا كان ميكروب او اكتر ولا لا. ده التشخيص الاساسي. تمام، تشخيص المضاعفات بقى بنشوف وظايف الكلى او لا، بالاضافه ان احنا ممكن كمان نعمل تشخيص بالاشعه يعني والحاجات دي، نعرف ان في حاجه خلقيه او الاخره، نعمل تحاليل عامه عشان نشوف المناعه بتاع الجسم، او اذا كان الطفل ممكن في سن اكبر شويه عنده مرض البول السكري، لان ده ممكن برضو بيخلي الايه الواحد يبقى عنده التهاب اكتر، يعني نسبه التهاب بتبقى موجوده اكتر. يعني ممكن يبقى في بول السكري ده في الطفل. أيوة. دي اعراض يا دكتور؟ يعني عنده يعني بس في سن كبير طبعا، مش في سن الصغير، مش في سن الطفوله قوي، زي الكبار بيدور على نفسه كتير ويجيله ميكروب كتير وحاجات زي كده وبتاع. يعني برضو من ضمن الالتهابات ممكن تكون عرض من ضمن اعراض. طبعا طبعا يعني مضاعفه، هنعتبرها مضاعفه، المضاعفات مرض السكر بس في سن كبير شويه. يعني في السن كبير. طب دكتور، شرب الميه بكثره يعني هل ده ليه علاقه بامراض الكلى والمثانه والجهاز البولي بشكل عام؟ طيب، السؤال بتاع حضرتك ده سؤال ممتاز. معظمنا ما بيشربش ميه تحديدا في فصل الشتاء. احنا انا هقول لحضرتك على حاجه، احنا اتعلمنا شرب الميه منين؟ احنا عندنا نهر النيل، ربنا يخليه لنا ويحميه لنا. صحيح. خلاص، احنا اتعلمنا من اجانب يبقوا ماشيين طول النهار وفي ايده ازازه ميه، فدلوقتي كل الولاد والبنات وازازه البنات اللي رايحين الجامعه والحاجات دي من باب الوجاهه ان بتبقى معاها ازازه الميه، يعني ميه معدنيه بس طبعا تبقى مليانه من حنفيه طبعا، وراح راجع بيها قال يعني معاها ازازه الميه. الاجانب بيعملوا كده ليه؟ لا اشربيها بقى. ايوه لا بيعملوا كده ليه؟ لان هو عارف ان جسم لما بعرق جسمي بيقل منه الميه، اما الميه تقل مني الكلى ما بتشتغلش كويس، لكن لما بشرب ميه الكلى بتشتغل كويس، والكلى هي اللي بتنظف. يعني هعتبر الكلى ده جسمي ده شارع، وفي عربيه نظافه ماشيه راحه راجعه، خلاص؟ لو عربيه النظافه دي ما اديتهاش بنزين بتاعها اللي هو الميه هتوقف. صحيح. هيتجمع الايه؟ العدم القاذورات والحاجات دي هتبقى موجوده في الشارع، لكن لو بديها الميه البنزين بتاعها دايما اللي هو الميه اللي بشربها هتفضل راحه راجعه، يبقى جسمي دايما نظيف. نظافه الجهاز البولي ده مهم جدا، ونظافه الجهاز البولي تيجي بالميه. برضو تكمله للتعليق بتاع حضرتك اللي انا شايفه مهم جدا، وده حاجه في البيت اشرب ميه، عاوزين اكتر من كده يعني؟ ان الميكروب هو موجود، اما بشرب ميه كتير واتبول كتير بيتنظف الجسم. صحيح. بيتنظف الجهاز البولي، يوم ما يبقى فيه صديد يمشي ينزل نصه يا سيدي، والنص التاني نديه عن طريق الطرق العلاجية. صحيح. بس فده موضوع بسيط، اشرب ميه كتير هتتبول كتير، مش هتشرب ميه مش هتبول، يقوم البول يتجمع
يبقى عارفين المية ما تبقى جارية كده، يعني نصف العلاج يا دكتور زيادة عن طريق شرب المية، والباقي علاج طبعا ما لم يكن عندي مشكلة فظيعة جدا في الكلى لكن التهاب مجرى البول عادي. دايما نقول للعيان اشرب ميه كتير، طول ما انت قاعد اشرب ميه، طول ما انت قاعد اشرب ميه. لكن في حالات بتستدعي تدخل جراحي، يعني يمكن قلت لحضرتك نصفها مياه شرب ميه والنصف الثاني علاج دوائي، علاج في جراحي في حالات معينه يبقى فيها علاج جراحي. انهي بقى اللي هي الحالات بتاعت عيوب خلقيه مثلا؟ عيوب خلقيه، عيب خلقي مخلي الكلى فيها اكياس تجمع الصديد والاخره، لازم هذا الكيس يتظبط ويتفتح. في فتحه مش مفتوحه قوي بيتفتح ويتعمل. الكلى حصل فيها مشكله لازم تتعمل. ساعات بتتشال الكلى لما يبقى الكلى عامله ضرر شديد للجسم، او في طبعا جراحات بتتعمل للارتجاع اللي قلناه، ان بيتاخد الحالب بيتزرع تاني في المثانه. صحيح دكتور زياد في تليفون معانا. الو الو الو، يبدو ان احنا اتاخرنا على الاتصال. معلش متاسف والله. لا ازاي نكمل كلامنا يا دكتور. دي الجراحه اللي هي الجراحات اللي هي بتتعمل، وحاجات كثيره يعني في جراحات كثيره جدا. وجراحه المسالك البوليه للاطفال تقدمت جدا، وبرضو لو كانت المستمع الكريمة اللي هي كانت بتتكلم ابنها عنده كيس فتاء يعني قصدي على الخصية والآخر، وبقول لها لازم تروح لدكتور جراحة أطفال. أهو برضو عاوز أقول لحضرتك إن دلوقتي في تخصص اسمه تخصص مسالك بولية للأطفال، يبقوا معنيين أكتر بالتشوهات الخلقية، واللي بيشتغل في حاجة أكتر بيبقى فاهم فيها أكتر، بيشوف فيها أكتر، خبرته بيبقى أكتر، وبالتالي بيدي علاج إن شاء الله بيبقى أحسن. تمام. هل بيتم الشفاء بشكل بقى سريع يا دكتور في الحالات دي، التهابات البولي والمثانة والكلى؟ زي أي مرض في الدنيا، تشخيص بدري علاج ناجع خلاص بيبقى ان شاء الله شفاء اقرب للكمال، وربنا هو الشافي. بيكون عرضه للتكرار بقى اكثر من مره الانسان اللي جاله التهابات ده، ممكن يتكرر عليه الفيروس مره ثانيه؟ من عيوب التهاب مجرى البول تكرار يعني اللي بيجي مره وبندي له علاج يجي بس امي ماشيه متشكره وطوره وكتر خيرك، لا انا بس عاوز اقول لك كلمه وانا مكسوف منك، خدي بالك انك هتجي لي ثاني بنفس الموضوع. ليه يا دكتور؟ اصل الموضوع ان ابنك عنده استعداد لهذا الموضوع. هذه كلمة بنقولها والله حصلت حصل ما حصلتش، ببقى خلي الأم عينيها مفتحة إن أي وقت تلاقي الطفل فيه مشكلة إن هي برضو تعمل تحليل بول بسيط يعني عشان برضو تطمن عشان الموضوع ما يتفاقمش. تمام. إزاي بقى الأم تقي طفلها من إصابته، يعني يمكن تحديدا بيبقى فقرتنا بتخص أطفالنا، إزاي تقي طفلها من إصابته بالتهابات بولية، التهابات الكلى، المثانة، وتحببه في شرب المياه اللي ممكن يكون بعدنا عنها كتير؟ والله شرب المية دي بقى حاجة يعني لازم يبقى تحط على السفرة عندنا دايما، ان الواحد بيشرب مية بطريقة مش كتيرة قوي مع الاكل عشان ما تبوظ يعني ما تلخبطش الاكل، لكن بين مواعيد الاكل يشرب مية وما يشربش عصاير. يعني لطول النهار يشرب مياه غازية وعصاير وحاجات زي كده مش مستحبة، لكن يشرب مية، هي المية هي المية العلاج، ده نمرة واحد. اما بالنسبة بقى للوقاية، الوقاية اعمل ايه؟ الوقاية اولا لازم اعلم الولاد يعني أطفالنا بالذات البنات النظافة الشخصية السليمة قبل ما أوديها المدرسة. يعني باجي أوديها المدرسة أجيب الساندوتش والموزة والشوكولاتاية والكلام ده، أيوة كل الكلام ده كلام جميل جدا، لكن عاوز أعلمها النظافة الشخصية، تغسل إيديها إزاي عشان ما تاكلش الأكل الحلو أنا أجيبه لها من البيت بإيد مش نظيفة يجيب لها نزلة معوية خلاص، أو يجيب لها طفيليات. أعلمها تشطف نفسها إزاي، بتيجي تخش التواليت تعمل إيه، في غطا للتواليت كده ممكن اديه لها، يعني في حاجات كتيره ممكن فوطه معينه ايه، حاجه تغسل ايديها قبل وبعد التواليت ازاي، لازم تعملها قدامي مره واثنين وثلاثه وعشرة عشان نطمئن ان الطفله دي ان هي بقت كويسه خلاص. طيب كده ما تخافش عليها حتى لو راحت لسكول او في المدرسه او في نادي، وبعدين تبقى عارفين هي هتروح صحيح. ما هي هتروح لو راحت وهي مش متعلمه كويس هذا الموضوع هيجي لها التهاب خلاص. صحيح. هنفضل نعالج فيه بقى. صحيح يعني لا. الوقاية خير من العلاج عن طريق النظافة الشخصية، واعتقد ان النظافة الشخصية مهمة جدا يا دكتور للوقاية من التهابات الجهاز البولي بشكل عام زي ما حضرتك قلت، وشرب المياه والشكل الدوائي. تمام بالظبط. بس تكراره بقى يا دكتور حضرتك قلت يعني او القيت الضوء عليه، تكراره اكثر من مرة بتكون فترات فيه مبعدة ما بينه حسب الحالة، ممكن جدا حالة تجيني مرة كل سنة، ممكن تجيلي كل شهر، ممكن تجيلي كل 3 اسابيع بعد الشفاء الكامل، لانه ممكن الشفاء الكامل ياخد فتره طويله. عشان كده التكرار بيخلي الدكتور يستبعد وجود حاجه خلقيه،
ويبقى يفكر في موضوع الارتجاع ده اللي هو اذا كان موجود او لا، ويبتدي يدي دواء مضاد او حاجه مطهره للمسالك البوليه بنسبه بسيطه لفتره طويله، وهذه الفتره ممكن تبقى شهور، ساعات تبقى اكتر من سنه، سنتين، ساعات ثلاثه، كل واحد ظروفه يعني. نصيحه بقى لكل ام يا دكتور بتتابعنا، ازاي تضع في الاعتبار طفلها انه ممكن يصاب باي ميكروب او التهابات، او تتابع الموضوع ده في بيتها؟ طبعا النصيحه الاساسيه، احنا قلنا في اسباب كامنه. طبعا النصيحه الاساسيه كامنة. النصيحه الاساسيه لو حست ان في اعراض من الاعراض اللي قلنا عليها لازم تروح للدكتور. اي حراره متكرره مش باين لها مصدر، او حاره طولت قوي، لازم نستبعد تكون التهاب مجرى البول جزء منها. ثالث حاجه النظافه الشخصيه طبعا لازم زي ما اتفقنا عليها. ورابع حاجة لازم تتبع تعليمات الدكتور المتخصص، لأن هيبقى لازم يقبلها طويل قوي في العلاج لغاية ما هو يطلع من بقه لا خلاص كفاية كده. مش كل مرة تقول له بقى كفاية الوضع هيتضرر الوضع، لا هو هيقول لها كفاية، غير كده هيسيبها بقى هي حرة في ابنها. لكن يعني التهاب مجرى البول من الأمراض الشائعة اللي بتاخد علاج لفترات طويلة ومتكرر، فلازم يبقى بس ايه محضرين نفسنا نفسيا للموضوع ده. اما يجي شويه التهاب في مجرى البول نقول الحمد لله انه ما حصلش تاثير في الكلى، اما يجي مع تاثير في الكلى الحمد لله ما حصلش فشل كلوي، يعني فاهمه ازاي؟ فبالتالي يعني ربنا برضو بيكرمنا دايما في حاجات كتيره ونقول الحمد لله كل شيء بيعدي ان شاء الله. زياد محي الدين استشاري طب الاطفال، شرفتنا ونورتنا، شكرا ليك يا دكتور. كتر خير، شكرا يا فندم. مشاهدينا ومشاهدي برنامج اسئله، دي كانت حلقتنا النهارده، اتكلمنا فيها في الفقره الاولى على وسائل تنظيم الاسره، اما في فقرتنا التاليه اتكلمنا عن التهابات مجرى البول. انتظرونا ان شاء الله الاربع القادم. شكرا لكم والى اللقاء.